عايز استورد صور واعدل عليها. عشان استورد اي صورة عندي من قائمة فايل import to stage او to library، الاتنين هنشوفهم. تعال على import to stage وتلاقي ملف صورة زي دي في ملفات العمل، بتنزل بالشكل. طبعا انا مظبط المساحة هما 400 في 800 طول. مجرد ما بعمل تيست للموفي بكنترول انتر بلاقي الصورة بتاعتي. طيب يبقى دي انا عملتها على الستيج، نزلت لي على الستيج على طول. لو فتحت اللايبرري من هنا هلاقيها بالشكل ده. هنشيلها خالص، ديليت من قائمة فايل امبورت تو لايبرري او المكتبة بتاعتك. دبل كليك بتنزل لي فين؟ في اللايبرري، ما نزلت ليش على الستيج. يبقى من اللايبرري من هنا بتروح نازله لي بالشكل ده. انا بروح سحبها، بروح منزلها وجاي في نص الستيج وموصلها في النص بالظبط. ممكن كمان استورد بي اس دي كامل من اللي هو السورس بتاع البرنامج الفوتوشوب. يبقى امبورت تو ستيج، اقول له خد لي البي اس دي ده على بعضه. اوكي، بيجيب لي كل محتويات البي اس دي اللي جوه. اقول له اوكي، نزل لي البي اس دي بالشكل ده زي ما انا شايف. اجيب التانية، البي اس دي التاني بتنزل لي هنا عبارة عن فولدر وفيه كل المحتويات، مش عايزه ديليت. اجيب الصورة اللي انا كنت استوردتها قبل كده من امبورت تو لايبرري مثلا، اقول له هاتها لي. هي نزلت معايا في اللايبرري بالشكل ده. تعال بقى لما نيجي هنعمل عليها شوية حاجات كده اظبطها. طيب افتح كده في اللايبرري بتاعي، انا عندي الصورة دي، اضغط عليها دبل كليك بيجيب لي الاوبشنز بتاعها، او رايت كليك كده و بروبرتيز فبيجيب لي نفس الحاجة، او ممكن اعمل ابديت من هنا على طول. اوكي، طيب انا عايز دلوقتي اعمل ايه؟ هعمل حاجتين، هعمل دبل كليك كده وهظبط الاعدادات بتاعتي من هنا. عندي الصورة بالشكل ده، طبعا هي فين بالظبط؟ البرنامج قاليها لك اهو، وعندك انت حطيتها امتى بالظبط بالساعة والتاريخ وكل ده، وعندك المساحة بتاعتها، وفي حاجة اسمها allow smoothing. allow smoothing بيدي نعومة شوية على الصورة. لو انت اول ملاحظة هتحس شوية في نعومة سنة صغيرة من على الصورة. وبعدين بيقول لك هنا looseness، هتقراها ايه؟ ده الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده. طب عايز اعمل هنا custom دي، تعال بقى نشوف هنا لما اجي بعمل تيست الموفي كنترول انتر مساحته كام؟ مساحتها 55.1 كيلو. طبعا انت عارف قبل كده اتكلمنا على ان الفلاش متخصص في الويبات، فالكيلو الواحد يفرق معاك في التحميل. بعمل هنا بروبرتيز وبقول له الكواليتي بتاعك المفروض اللي هو الديفولت بتاعك 80، لا انا عايزها 50 بس. تعالى هنا بقى وعمل لي تيست تاني، نزلها لي النص، اكتر من النص، 23.7 كي. بس طبعا ده بيقلل لي في الكواليتي بتاع الصورة، بدل ما هي 80 خليها لي ايه 50. نفس الحكاية، تعال نخليها مثلا 40 ونختار بره كده هنا في مصفحة العمل، وبعدين نعمل بابلش تاني او تيست تاني، ننزلها للكام؟ 19. فانت شوف على حسب شغلك ممكن تقلل الكواليتي بتاع الصور بتاعتك
أو تزودها، أنا هخليها 80. هنا 55، وان كي زي ما كانت، يبقى الديفولت بتاعها كان 80، انا هخليه مثلا بس 50 عشان المساحة بتاعتي. ممكن اغير اسمها من هنا رينيم، هقول له مثلا بانر. اوكي طيب، دي حاجة. الحاجة التانية ممكن احولها ل شيب بكنترول بي، او من هنا بقول له بريك ابارت. تعالى بقى نشوف المساحة بتاعتها كام، تيست تاني. الله، ده بقت كام؟ 23.7 بريك ابارت بس، وبنفس الكواليتي بتاعها بالظبط، ولا قللت ولا زودت. يبقى عندك دي تكتيكات، تقنيات تعرف من خلالها ازاي تظبط مساحة الملفات بتاعتك جوه الفلاش، عشان ده كله هيفرق على الويب. ارجع كنترول زد، عندي حاجه زي كده. عايز اعمل بقى ابديت للصوره دي، بعمل ايه؟ ممكن من خلال اللايبرري هنا واقول له ابديت على طول، بحيث ان انا ممكن لو عملت اي تعديل من بره على الصوره وحفظته يظهر لي هنا. لو عملت هنا ابديت، طبعا هو ابديتها لي بس انا ما عملتش اي تعديل عليها. طيب تعالى نفتح برنامج الفوتوشوب وعليه الصورة واعمل اي حاجة، وليكن هقول له مثلا ايمج، وبعدين ادجستمنت واقول له بلاك اند وايت، هخليها بلاك اند وايت، مش هعمل اكتر من كده. هقول سيف، عملت سيف من بره، اتاكد هلاقيها هنا، دبل كليك لقيتها بلاك اند وايت. طيب جميل، عايز اعملها ابديت من هنا على طول، بعمل ايه؟ باجي على اللايبرري من هنا واقول له كليك يمين ابديت، بيقول لي هي الصوره دي. هي الصوره دي، اوكي ابديت. وانا دلوقتي عملت ابديت لايه؟ للصوره في جزء من الثانيه، وفي ابديت اسرع من كده كمان. تمام، يبقى انا عملت حاجتين دلوقتي، عملت امبورت وعملت تعديل على الصوره، وعملت ادجستمنت كومبريشن على الصوره، بحيث ان انا عدلت في مساحتها ومساحه الملف بتاعي.